ايوه هنكمل مع حضراتكم وكلامنا مستمر عن مباراه اليوم، يعني مباراه البرتغال واحنا بنتكلم قدام سويسرا. البرتغال يعني بنتكلم في كل لغه الكوره طحنت سويسرا. احنا كنا متخيلين ان ماتش البرازيل اللي امبارح ودور ال 16 هو اللي هيبقى فيه نتائج كبيره في الدور ده بس، لكن واضح ان كانت البرتغال ليها راي تاني ونتيجه اكبر من النتيجه بتاعت امبارح بالنسبه للبرازيل 6-1. يعني ما شاء الله البرتغال كانت يعني ناويه ناويه. فوزي برضو اسالك ايه اللي حصل للبرتغال اختلف عن الدور التمهيدي؟ زي ما قلت وبقول وهقول، جون سويسرا خلص عليهم في اول جونين واحده. بص يعني اول جون ده يعني انا شفت رد فعل غريب من حارس كبير اوناي بيلعب في اتلتيكو، يعني بيلعب في اتلتيكو بالباو، حارس كبير وبيلعب على مستويات كبيره جدا، ولكن هو واقف على خط الجون فعشان ما يخبطش في العارضه راح مقطع. الطبيعي انه يطلع اصلا قدام الجون الاولاني، انا بتكلم على الجون الاولاني، يطلع قدام العارضه بس عشان حتى لما يمد ايده ما تخبطش في العارضه. ادي رقم واحد، ده الهدف الاولاني. الهدف الثاني كورنر يعني الف ب، الكره معموله على سن مش على سن السكس جوه شويه، لو طلع هياخد الكره مستريح جدا، هو مستني لما تتلعب الثانيه. يعني انا شايف ان الهدفين الاولانيين يسال عنه بنسبه كبيره، والفرقه اما تكسب 2-0 في اول ربع ساعه جيم بالنسبه لها بيفتح، الفرقه الثانيه عايز تفتح وتجيب فالمساحات بتكتر صح، بتبقى اوسع فتجيب الثالث والرابع والخامس. سويسرا ما قدمتش اصلا، حتى ما حاولتش او ما كانش في فرصه انها تجيب. بص يعني ما سمحتلهاش اصلا، حتى في ماتش سويسرا وصربيا وانت بتتفرج عليه تحس ان صربيا اقوى من سويسرا، مع ان سويسرا كسبت فيها سويسرا وصربيا الماتش اللي كسبته سويسرا 3-2 كسبانه 2-0 وترجع 2-2 وتبقى صربيا يعني اكتر خطوره، بس قدرت سويسرا انها تكسب وتوصل. فهي سويسرا مش من الفرق الكبيره قوي، ما عندهاش لعيبه ستار يعني مش يعني حتى يعني النجم بتاعهم ما بيلعبش في فرقه كبيره دلوقتي، ما عندهمش لعيبه في الـ في الـ في التوب ليفل يعني في التوب ليفل بالظبط كده. فانت فرقه مش كبيره قوي، ناهيك ان الفرق فرقه البرتغال لقت قدامها لقمه مستساغه فداست عليها داست عليها ما سمتش خلاص، هي 2-0 خلاص، لا ده احنا نجيب الثالث والرابع. وبعدين شهيت اسمه ايه ده راموش شهيته فتحت، واحد جاب جون في الثاني هوب عايز يجيب الثالث، واول ماتش يلعبه واللاعب له بره كريستيانو، فكل ده ساعد قعده خلاص قعده لا هو خلاص قعده مش استحاله يبتدي بيه الماتش، استحاله يبتدي بيه الماتش الجاي. خلي بالك كل السوشيال ميديا قبل المباراه في البرتغال كانت او عملوا استفتاء مش عايزين كريستيانو يبقى كريستيانو يبقى ما يبقاش بنسبه حاجه و60% طلبوا ان كريستيانو يقعد احتياطي. وفعلا ده بعد الماتش ده النهارده كمان عشان كده فرناندو سانتوس عاده، خلي بالك ما هو اللي اداله القوه ايه اما لقى الراي العام الراي العام رايح ان هو يقعده فراح ما قعده. فعشان كده انا شايف لا يعني فرقه البرتغال السوشيال ميديا عندهم زي عندنا ولا ايه؟ بقت محركه بقت محركه يعني بقول الناس دي لا الناس دي عندها اهداف ولكن طبعا بتساعده يعني هو لو هو عايز يقعد نجم كبير زي كريستيانو الموضوع صعب. لما تعمل استفتاء واكتر من 65% يدوك قرار باعاده انت بتقوى كمدير فني، انت بتقوى بس هو عايز مصلحته في الاخر يعني لو كريستيانو هيلعب بيه هو كل الماتشات اللي كان بيلعبه كان بيلعبه اخر نص ساعه بيطلعه عشان ما بيقدرش يكمل 90 دقيقه. دلوقتي كريستيانو لحد الكرة دي برضه بنت لذينة سبحان الله. سبحان الله. طيب